والحين وصلنا معاكم مشاهدين الكرام إلى الجبل الأخضر، وهي المحطة الأساسية بالتحديد. إحنا الحين مطلين على قرية مناخر، على تفاصيل هذه القرية تمتاز به من جماليات وكذلك من زروعات وتفاصيل إنسانية رائعة. على فكرة الجو لطيف في هذه الساعة، تقريبا الساعة 4 العصر تقريبا كذا، بس الجو جميل، نسمة راي. يبغى ناخذ زي ما قلنا لكم من البداية، احنا موجودين في الجبل الأخضر وبالتحديد في قرية مناخر، والموقع اللي احنا موجودين فيه هو الموقع الخاص لزراعة الرمان وكذلك الجوز. طبعا احنا واصلين قبل الموسم، ولكن بحبنا وعشقنا لرمان الجبل الأخضر قلنا لازم نوصل لهذا المكان ونتعرف على كيفية زراعته. موقع خلاص نتابع. أشهر الثمار في الجبل الأخضر أشجار الرمان والجوز وكذلك العنب، ولكن الموسم نقول نضوج هذه الثمار في شهر 8 بالتحديد. بالنسبة للرمان، ولكن كل هذه الثمار الفواكه بالذات كلها في شهر 8 تكون يعني قمة النضوج. إذا تلاحظون الحين يمكن خلال الأشجار تلاحظون جافة، ولكن موسم ثمارها وكذلك الزهور دائما يكون في شهر 8 تكون يعني ما شاء الله. نكمل. والحين وصلنا إلى محطة كثير جميلة ورائعة في برنامجنا وجهة. احنا الوادي الموجودين فيه الحين وادي بني حبيب في الجبل، وهو يعتبر من المزارات السياحية الجميلة في الجبل الأخضر. لا تنسون وادي بني حبيب. يبغانا صورة سلفي شوي، بس نضبط الصورة عشان واحد كذا يحطها ضمن الذكريات. لا تنسى تبتسم، ها الصورة جهزناها، وخلونا ناخذ بعد انا صورة كذا تذكارية لهذا المكان. ايوه صار سلفت شوي. نكمل.
وبعد ما خذينا الصورة التذكارية في وادي بني حبيب، أحب أقول بس رسالة اللي قاعد يتابعنا، لحظة زيارتك للجبل الأخضر استغل أنك تزور أكثر من موقع في هذا الجبل. إحنا موجودين حاليا في وادي بني حبيب، قبل شوية كنا في قرية مناخر، وبنروح مواقع ثانية في هذا الجبل. تابعونا عشان تعرفون عليها. واحنا من خلال هذا الموقع المطل على قرية العين اللي تشتهر بالمدرجات الزراعية، حبيت بس قبل ما اوصل للختام اعطيكم بس معلومة. بالنسبة لزيارة الجبل الاخضر، هو طوال العام اعتدال الطقس فيه كثير رائع، شو الحين في هذا الوقت الحين نسمة باردة، اتوقع على المساء البرودة بتكون اشد، ولكن بالنسبة لمشاهدة النباتات وهي مخضرة، الثمار تكون ظاهرة، قطف كذلك الزهور خاصة ورد الجبل الأخضر وكذلك الرمان والعنب والجوز والمشمش والخوخ، كله يكون في الشهور اللي يعني من شهر 6 7 8 9 تقريبا. حتى عملية التسوق والتبضع بالنسبة لهذه الفواكه في هذا الموسم تكون يعني تشتهر، بالذات أشجار الرمان من شهر 6 تقريبا ينطلق. فحلو أن إذا أنت جاي تبغى تستمتع باعتدال الطقس فهذه الأوقات كذلك جميلة، ولكن إذا كنت تبغى تستمتع كذلك أنك ترجع محمل بالفواكه الجميلة من جبل الأخضر، ابدأ من شهر 6 و7 و8. إذن إحنا كذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا، أتمنى وفقنا بتقديم هذه الحلقة، نشوفكم على خير، مع السلامة.